تيك توك، وهذا هو موضوع الفيديو هذا تاع اليوتيوب، اللي هو مش كل تجربة في الحياة حتبين لنا انه هي مفيدة بالنسبة لنا. كثير مرات حيكون في تجارب حنحس انه يمكن تكون تجارب سلبية، او حنحس انها تجارب ما فادتنا في الحياة على الاقل في البداية. السر والشطارة انه احنا لما نمر على اي تجربة في حياتنا نفكر شو ممكن انا اتعلم من هاي التجربة، شو ممكن انا استفيد، كيف ممكن انا اطلع من هاي التجربة بشيء مفيد. هذا هو السر. فعشان هيك لازم مهما كان الوضع صعب، مهما كانت التجربة سلبية، مهما كانت التجربة غريبة، مهما كانت التجربة مش زي ما انتم كنتوا بتتخيلوا في بالكم، الواحد ياخذ خطوة لورا ويفكر هل في اشي مفيد انا ممكن اتعلمه من هاي التجربة؟ معظم الاحيان، اذا مش كل الاحيان، الاجابة حتكون في تجربة مفيدة، في اشي ممكن انا استفيد منه من هاي التجربة. فعشان هيك في ناس مثلا بتقول محمد يعني انت لما درست هندسة كمبيوتر وهلا داخل على مجال السوشيال ميديا، وحتى بالسوشيال ميديا انت ما بتحكي اصلا عن هندسة الكمبيوتر، يعني اكيد يعني انت حسيت انه 4 سنين الجامعة، او بحالتي 3 سنين ونص، اكيد حسيت انه هدول راحوا على الفاضي. انا بقولهم لا، لاني انا مش من النوع اللي بس عشان درست هندسة كمبيوتر لازم اشتغل مهندس كمبيوتر عشان اكون اسمي اني استفدت من الشهادة، مش هيك الشغلة. انا بحاول افكر اوكي هندسة الكمبيوتر كيف ممكن استفيد منها بهذا المجال اللي انا فيه، ممكن استفيد انا من طريقة التفكير، طريقة تفكير مهندسين الكمبيوتر، او طريقة التفكير اللي بنتعلمها احنا من صفوف البرمجة او صفوف هندسة الكمبيوتر. في شغلات كتير ممكن انا اطبقها هون، تحليل، انه الواحد كيف يطلع على شغلات من زوايا مختلفة، كيف الواحد يجرب شغلة ما زبطت يعرف شو اللي ما زبط ويعدل عليه ويجرب مرة تانية. في كمان شغلة كتير حبيتها في المجال تبعنا، انه الواحد لازم يضل يجرب، لازم يضل يشتغل. يعني من انا بالنسبة لي صراحة هندسة الكمبيوتر، مع احترامي لكل المجالات، كل المجالات فيها صعوبة، بس انا حسيت صراحة هندسة الكمبيوتر من اصعب المجالات في الجامعة. مش لا اشي، بس عشان متطلباتها كثيرة، زي مرة تانية كثير تخصصات، بس من اللي انا شفته يعني حياتنا كانت مختلفة تماما عن كل حدا تاني. هلا ايش هذا علمني؟ هذا علمني انه انت لما تكون ماشي في حياتك وعندك هدف معين، انا هدفي بالجامعة مثلا كان بدي احصل الشهادة، بدي اتخرج والشهادة تكون بايدي. فالتخصص زي ما قلت لكم صعب، بس انا قلت لحالي اني لازم اضلني مكمل. فشغلة اني لازم اضلني مكمل اللي انا تعلمتها من هندسة الكمبيوتر، هلا هي موجودة فيي لما انا افكر بالهدف تبع تيك توك، بهدف السوشيال ميديا، بالشغل اللي انا بسويه هلا كل يوم، اللي هو تنزيل فيديوهات وتحليل فيديوهاتي وشغلات زي هيك. فانا لو ما اخذت هاي التجربه من هندسه الكمبيوتر وطبقتها هون بطريقتي الخاصه، كان انا زمان موضوع تيك توك وقفته، كان زمان موضوع السوشيال ميديا وقفته، لانه بالبدايه ما كان عم بسمي يعني، لا يعني غير المردود، انسوا يعني موضوع المردود المادي اكثر من مره حكينا فيه، حاليا ما بيجيني شيء. بس غير هيك من اول بالبدايه الفيوز كانوا واطين كثير، الفولورز كانوا واطين كثير، اللايكس كانوا واطين كثير، الشيرز كانوا واطين كثير. يعني كل إشي ممكن انت تقيم فيه، كل رقم ممكن تقيم فيه محتواك، بالنسبه لي كان رقم واطي كثير. فانا اذا هذا التفكير، هذا الفكر ما اخذته من هندسه الكمبيوتر لهون، خبره هندسه الكمبيوتر ما نقلتها على خبره السوشيال ميديا، كان انا يمكن ما كملت هلا. غير هيك العزيمه، الاصرار، الواحد انه فعلا يعني ما عنده مشكله انه يفشل. يعني انا في فيديوهات بسويها الحمد لله مستواها وادائها بيكون كثير منيح، فيديوهات اليوتيوب يا جماعه التيك توك شوفوا الفيوز عندي 30 40 مرات بوصل ل 100، يعني في 2 3 وصلين 1000. بس انا بالنسبه لي مصمم بضلني بكمل. فهاي النقطه اللي انا عم بحاول احكي لكم عنها، انه شو ما كانت التجربه، حتى في تجارب سلبية، خليني أحكي لكم على السريع عن تجربة سلبية. أنا قبل سنتين بالضبط، شهر 7 قبل سنتين، رباط الصليبي في الركبة، يعني في بالركبة، يعني بديش، هي مش عضلة، وتر زي ما بتقولوا، انقطع. كنت بلعب كرة قدم وانقطع. هلأ في كتير ناس تأخذ هذا الإشي إنه طريقة سلبية، أنت هلأ بدك تعمل عملية، بدك تقعد على البيت، بدك تقعد بالبيت وما تسوي إشي، ممنوع تلعب الرياضة لفترة طويلة، شغلات كتير. أنا ممكن فعلاً إني افكر بهاي التجربه بطريقه سلبيه، بس انا قررت لا، ما دام انا قاعد وما عم بتحرك، خليني احاول افهم جسمي اكثر، خليني احاول افهم اني بس اجي العب الرياضه، كيف ممكن اغير طريقه الرياضه عشان تكون فعاله اكثر، كيف ممكن اغير طريقه الاكل عشان تكون فعاله اكثر، كيف ممكن انا
حتى ذهنيا بموضوع الدراسة، موضوع العلاقات العامة، موضوع السوشيال ميديا، هذا ما كان خاطر على بالي. هاي الشغلات كلها اجتني او بدأت لاني انا كنت قاعد وبفكر كثير بحالي، بحلل. فالتجربة بالبداية، تجربة الرباط الصليبي، تجربة العملية، تجربة الإصابة كانت صعبة، وكانت بالبداية فعلا إشي كثير ناس فكرت انه سلبي، بس انا بالنسبة لي بحمد الله انه هذا الإشي صار معي. فهمت جسمي اكثر، كان عندي يعني، خلتني افكر انه انا بالبداية صراحة كنت حابب اصير لاعب كرة، وصراحة يعني الحمد لله انا واثق من نفسي انه يعني لو انا فعلا حبيت اني اكمل في الموضوع يعني ان شاء الله كان ممكن يكون في امل. بس خلتني افكر انه انا طموحي اكبر من مجرد لاعب كره، ما في شيء غلط انه الواحد يلعب كره، بس انا حبيت اعمل شيء اني اقدر انا بايدي افيد ناس ثانيين، انا بقدر بايدي انزل محتوى ان شاء الله يكون مفيد لكم. هذا يعني وقتيها انا هاي الشغله هيك طلعت في بالي، انا حابب اسوي شيء غير بس لعب الكره. انا لهلا على فكره بعشق الكره، بعشق الكره، ما عندي مانع العبها واساوي شيء ثاني على الجانب، وهذا هو الشيء الثاني، هذا اللي انا بسويه هلا، منزل محتوى، بحكي معكم، بتفاعل معكم. ف هاي التجربة كمان يعني تجربة العملية كانت كثير مفيدة لي، اني انا كمان افهم انا شو بدي بالحياة، شو بدي انا اساوي، كيف بدي انا امشي. فبس عشان الخص وانهي الفيديو وانهي الموضوع، المرة الجاية بتنحطوا انتم باي موقف، سواء موقف ايجابي، موقف سلبي، موقف انتم متوقعينه، موقف مو متوقعينه، خلوا هذا التفكير في بالكم، خلوا هذا التفكير انه اوكي قبل ما انا انفعل، قبل ما انا اعصب، قبل ما انا يعني كثير ناس بتبعت لي مسجات انها بتبكي على اي سبب اقل سبب. ما يعني المشاعر شيء طبيعي، بس قبل ما تسمح لمشاعرك انها تتولى او يعني تسيطر عليك، قبل ما هذا يصير حاول بس عد للعشرة، خذ نفس واحكي هل في شيء ممكن استفيده انا من هذه التجربه، وانا بضمن لكم انه في شيء ايجابي دائما ممكن تستفيدوا. بس عليكم انه انتم بس تاخذوا نفس، تقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفكروا بالصورة الكبيرة، أنا أوكي لما أطلع على الموقف شو الإشي الإيجابي اللي أنا ممكن أستفيد منه، اللي ممكن أطبقه على إشي تاني يمكن مش هلأ، بعدين. وهي شغلة تانية، يمكن الإشي اللي أنتم تتعلموه من هاي التجربة ما تقدروا تطبقوه فورا، بس ممكن تخلوه في بالكم عشان تطبقوه بعدين. يعني زي ما قلت لكم، أنا اكتشفت لما عملت العملية إني أنا بديش بس أصير مجرد لاعب كرة، أو بديش أنا ألعب كرة كلاعب محترف، بس ما كنت عارف إني أنا بدي أسوي السوشيال ميديا، ما كنت عارف هذا الإشي. بعد سنة، بعد سنة من العملية خطر على بالي فكرة السوشيال ميديا وهي الشغلات. ف يعني الشغلات مرات بتحتاج وقت، كثير مرات بتحتاج وقت، بس لا تخلوا هذا يردعكم من انكم انتم تشوفوا كل تجربة تحاولوا تتعلموا منها شيء ايجابي.